إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بريد الإسلام. قبس من نور النبوة. الدين من تراثنا الإذاعي. فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل. أول من هذا الرحاب الطاهر بين يدي حضرة صاحب الجلالة. من تراثنا الإذاعي. سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت الله. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. اليوم إخوة الإيمان نبقى وإياكم مع تلاوة نادرة للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان وما يتيسر من سورة الإنسان، وكانت هذه التلاوة من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. وقد ولد القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان قارئ المسجد الأحمدي بطنطا في يوم 22 من شهر أغسطس من عام 1928 في قرية الفرستق بمركز بسيون بمحافظة الغربية. وقد أطلق على القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان ألقابا كثيرة، منها القارئ الفقيه وقارئ العبور وقارئ النصر، ولكن أهم هذه الألقاب هو أستاذ الوقف والابتداء والتلوين النغمي. ويتميز فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان ببدايته بقوة تهتز لها المشاعر، وتظهر كذلك براعة الشيخ حصان الفذة في شدة إحكام وقفه الذي لا يخل بالمعنى ولا بالأحكام. إخوة الإيمان والإسلام، وقد تقدم فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان لاختبارات الإذاعة أمام لجنة القراء في شهر يناير من عام 1964. وقد سافر فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان إلى العديد من الدول العربية والإسلامية، وقد رحل عن عالمنا في يوم الجمعة الموافق للثاني من شهر مايو من عام 2003. فلنستمع الآن إلى هذه التلاوة النادرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ Yeah.
Thank you.
Thank you.
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Yeah.
Oh.
هكذا استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة المباركة من سورة الإنسان، وهي من التسجيلات النادرة للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. إخوة الإيمان والإسلام، في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نقدم لكم الجديد من كنوزنا الإذاعية، وبصحبة الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية، حتى نلتقي بكم في لقاءات أخرى. دمتم في أمان الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من تراثنا الإذاعي سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت